بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيدي الرئيس. بداية فيما يتعلق بجريمة حرق المصحف الكريم في السويد، دانت المملكة هذا العمل فعلا عنصريا قنيئا، لا يمكن أن يقدم على أنه جزء من حرية التعبير. حرية التعبير لا تعني الإساءة للمقدسات ولا الرموز الدينية، وكان لنا موقف واضح ضد هذا العمل الذي أيضا يعكس ثقافة الكراهية ويعكس بشكل قنيء ظاهرة الخوف من الإسلام. ونعمل في المملكة مع العديد من الأشقاء من أجل ربما الوصول إلى تشريع دولي يحرم الاعتداء على المقدسات وعلى الأديان، وسنضعكم بصورة أي تطورات في هذا الشأن.